صافي ما كيكونوش عنده الامكانيات. يعني البنت دابا في هذا الوقت كتبغي اللي يعيشها اللي فهمتي، كل وحده والخيال ديالها، كل وحده وشنو كتمنى في حياتها. سبب عزوف الشباب على الزواج هو الا وعلي من واحد التراكمات على مستوى القدره ديال المعيشه ديال الشباب. ما مزوجش انايا، ما عنديش ضروره باش انا نتزوج، لانه كي غندير مازال ما هزيت راسي كي غندير نهز معايا اسره واحده اخرى. هادشي علاش قلال الزواج، واصلا يعني الا تزوجوا على حب يعني في يعني قالك لي دا محبوب ودا كعبوبو. ما عنديش الظروف، ظروف ماليه واقتصاديه واجتماعيه، مثلا مازال ما خدامه، مازال طالب، وظروفي ما عنديش الدار، الدار ما كايناش، الخدمه جات توفرنا الظروف ان شاء الله ويكون خير. الشباب صحاب كاين، لا كاين الشباب اللي مجوجين وعندهم الاولاد، كاين اللي ما عندوش القدره وكاين اللي حاله طبيه فهمتي. اسباب هي اسباب متعدده واسباب متنوعه. السبب الاول عجوب الشباب على الزواج هو بانه انطلاقا من الاحصائيات نتاع التخطيط، فمتوسط الزواج بالنسبه للمراه هو وصل 28 عام، وبالنسبه للرجل 34 عام. الاسباب تكمن في ماذا؟ تكمن في العمل، في الاشتغال، في ظروف العمل، في ظروف العمل كذلك، في السكن، في ايجاد منافذ للكرامه، في ايجاد كذلك منافذ للعداله الاجتماعيه. هذه الاسباب كذلك تكمن فيما هي اسباب اجتماعيه واسباب اسريه. الاسباب الاسريه هي الغلاء نتاع الزواج في هذه الساعه نتاعنا في المغرب. خصنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نفتحوا واحد النافذه امام الشباب لهذه العمليه، خصنا نفتحوا كذلك واحد الكوتشينغ اجتماعي على الصعيد الوطني لاجل وضع بعض اللمسات التي تكمن في تسهيل الولوج الى عمليه الزواج.